أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ولا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، نحن مع قول الله تعالى حكاية عن زوجة إبراهيم، قولها عجوز عقيم، أي بهذا الأسلوب المختصر الذي ليس فيه وليس حوله شيء مما يمكن أن يشير إلى معنى السؤال، ومع أن السؤال قد ورد في نصوص أخرى، أألد وأنا عجوز، فلكنه في هذا السياق هو بمثابة الإخبار، جاء النص بمثابة الإخبار عجوز عقيم، وهذا أغنى عن كل الحواشي. هذا الكلام دقيق ومختصر ومفيد، فقد أغنى عن الكلام الكثير، ولو أنه كان هنالك كلام آخر غير كلام الله لكان فيه تطويل، مع أن المعنى حاصل، المعنى حاصل بهذه العبارة الموجزة، المعنى حاصل، ولكن في غير كلام الله يلجأ الناس إلى التمطيط وإلى التطويل وإلى ذكر التفاريع. فهي الآن تسأل وتقول عجوز عقيم فقط، فلو أخذنا الجملة على ظاهرها لقلنا إنها بمثابة الإخبار، أنا عجوز عقيم، أي كان هناك مبتدأ وخبر، وألغي المبتدأ للعلم به، يمكن، هذا جائز، هذا يجوز في كلام العربي أن تكتفي بالخبر إذا كان المبتدأ معلوما، كما في قول ابن مالك وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد واستغني عنه إذ عرف، زيد لا تذكر مرة أخرى، أي واحد يقول لك كيف زيد، فمن بلاغة العربي أنك تعتمد كلامه وتبني عليه فتقول دنف، أي زيد دنف، فلا تحتاج إلى مراجعة الكلمة الأخرى لأنها مفهومة، زيد دنف، إذن لماذا استغني عن زيد فلم يعد ذكرها مرة أخرى؟ لأنها معروفة، لأنك لو قلت لما قلت إلا زيد دنف وقد فهمت، فلذلك وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. وفي كثير من المرات يقع هذا، وهذا لو أن بعضكم، بعض طلاب العلم، قرأه مثلا في الكتب المتخصصة، لأن القرآن لا يمكن أن يقرأ هذه القراءة السطحية، لابد أن نعود إلى علوم القرآن، الذي لا يقرأ مثلا معترك الأقران في إعجاز القرآن لا يستطيع أن يفهم كثيرا من القرآن، وإن خيل إليه أنه يفهم القرآن. الكتب التي تحدثت عن أسلوب القرآن أو أساليب القرآن، ومنها كتاب البرهان، كتاب البرهان كتاب يجب أن يتوفر عليه أهل القرآن، لا يجوز أن يكون الإنسان حافظا للقرآن وهو لا يقرأ في هذا الكتاب، لأنه مع طول المدة يتذوق النص القرآني، يتذوقه لأنه فيه فصول كثيرة وأبواب كثيرة، لو قرأتها أنزلتها على ما تحفظ من القرآن فيأتيك الفهم سريعا. على كل، هنا ليس هناك لا مبتدأ مذكور، وبالتالي وليس هناك احتمال أن نعتبر أن المبتدأ محذوف، وإنما عجوز عقيم. إذن فالمطلوب هو أنها، أي بقراءة الآية مع الآية، وهذا أذكره لكم الآن، لاحظوا حينما يتحدث بعض الأشخاص في القرآن، في تفسير القرآن، بعض المرات يأخذون الآية معزولة فلا يستطيعون فهمها، لأنها لا تؤخذ بهذا المعنى، فالقرآن يخدم بعضه بعضا، فحينما تأخذ الآية القرآنية يجب أن تعيدها إلى نظائرها من القرآن، أي هذه الآية لها شبيهات ونظائر في موضوعها، فإذا جمعت هذه إلى تلك
فإنك تستطيع أن تفهم الآية. هذا التفسير قد لا يعتمده كثير من الناس لأنه فيه صعوبة، الناس يمرون على الآية هكذا مراً كأنها لا تعلق لها لا بما سبق ولا بما سيأتي، وبالتالي يفوتهم المعنى. فمن الكتب، من كتب التفسير التي اعتنت بهذا كتاب، أي من أهم التفاسير التي اعتنت بهذا، تفسير للإمام البقاعي، وهو كتاب أو تفسير نظم الضرر. كتاب نظم الضرر هو كتاب اعتمد صاحبه على الآية مع استحضار نظائرها ليتبين المعنى. إذن هنا هذه الآية يمكن أن نعيدها إلى آيات أخرى فنفهم أن هذه كأنها عجبت وقالت عجوز عقيم، أتلد هذه العجوز العقيم. إذن ليس هناك دلالة على السؤال، لأن السؤال له أدوات. أدوات السؤال همزة الاستفهام أو هل وما أشبه ذلك، لكن هنا لا وجود لها. فإذا لم توجد، أداة الاستفهام، فما هو الدليل أو كيف تكون معرفتنا بسياق الآية؟ هناك شيء واحد يذكره علماء النحو، وقليل وعلماء البلاغة، لكن قليل جدا من يتحدث فيه، وهو ما يعرف بالنغمة. النغمة جزء من تفسير كتاب الله تعالى. النغمة هي أن تقرأ الآية وتعطي من الصوت ما يقوم مقام الأداة المحذوفة. فلو أخذت مثلا قول الشاعر: قالوا تحبها قلت بهرا، قالوا تحبها قلت بهرا، فإن كأنهم يثبتون للشخص أنه يحبها، وهو الأمر ليس كذلك. هو كان يريد أن يقول أتحبها، ولكنه ألغى الأداة، فوجب حينئذ أن تعوض الأداة برفع الصوت. لذلك إذا قرأت هذا الشعر قراءة عربية فصيحة لم تقرأه كما ذكرت أنا لك، وإنما تقول قالوا تحبها. لفتوا النغمة هي في مقابل الأداة المحذوفة، ولذلك يعتبرها بعض العلماء من القرائن، التي يفهم بها النص. هناك قرائن وهناك نظرية كبيرة للقرائن، كتب فيها الدكتور تمام حسان رحمه الله، هذا أستاذ كبير من أساتذة اللغة، وأتى بالقرائن. ولو أنني أعيد الآن إلى طلاب العلم أيضا، لو قرأوا هذا الكتاب في القرائن اللفظية الحالية والمقالية لاستقام لهم كيف يقرؤون النص. وهو كتاب، هذا كتاب أطروحة اللغة العربية مبناها ومعناها، كتاب عظيم جدا، وهو أطروحة كبيرة في من حققها هذا العالم من آخر علماء النحو في العالم الإسلامي. توفي منذ مدة ليست بالبعيدة في مصر، دكتور تمام حسان. تعلموا اسماء هذا العلماء المسلمين، هؤلاء خدموا جزاهم الله خيرا، خدموا اللغة العربية. لذلك إذا سمعتم الناس يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يتأوله، فهمتم معنى يتأوله؟ أي يقرأه بالنغمة المناسبة للمعنى، المناسبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية فيها دعاء فإنه يخفض صوته معنى الضراعة، وإذا كان فيها زجر فيقرأه اخسأوا فيها ولا تكلموا، اخسأوا فيها في هذا الأداء جزء من التفسير. ولذلك الناس قلما اهتموا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للأصوات التي قرأ بها، وإنما اهتموا غالبا بمخارج الحروف، ومخارج الحروف شيء مزيان ولكنها لا تكفي، ولكن الذي يقرأ هذه القراءة معناه أنه يفهم ما يقرأ. ولذلك بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ لأنه لا يفهم ما يقرأ، ويرجع ولكن لا يستطيع أن يمضي بالصوت
مع 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 الدلالة. إذن هذا كلام وددت إضافته لأنه مفيد جدا في باب قراءة الآية عجوز عقيم، أي عجوز عقيم، هذا عجوز عقيم، هذا السؤال. لذلك ما تقول عجوز عقيم ما تعطيكش المعنى، فإذا قرأتها قراءة سليمة قلت عجوز عقيم، فيكون رفعك الصوت بمثابة استفهام، وهذا هو الذي يجب أن يستقر عليه الإنسان وهو يقرأ هذه. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. لاحظوا طرحت سؤالا عن شيء وهو العجوز العقيم التي تلد، كيف تلد امرأة هي عجوز وهي عقيم؟ هي مجرد أن تكون عجوزا هي غير مؤهلة للإنجاب، لأن دور هذه الدورة الشهرية تكون قد انتهت منها، وهي أيضا قبل وفي شبابها كانت عقيما، فبمعنى أن أسباب العقم مضاعفة متراكبة، ومع ذلك هي الآن تبشر، فتطرح هذا السؤال في نوع من العجب، وأنتم تلاحظون أنها سرت وعجبت، سرت لما أقبلت في سرة، لما صكت وجهها، ثم هي الآن تقول هكذا عجوز عقيم، فقيل لها كذلك قال ربك إنه حكيم عليم. لاحظوا هذه البشارة هي بشارة بنبي بإسحاق، سيكون له أثر في التاريخ، إسحاق وإسماعيل هما فرعان، عنهما نشأ فرعان كبيران صمم تاريخ البشرية في الشرق، إسماعيل وفرعه، وإسحاق ومن نسله بنو إسرائيل، وكان التاريخ تقريبا تاريخ هذين الفرعين الكبيرين في الشرق على الأقل، لا أتحدث عن الصين ولا عن، ولكن ثم جاء نسل هذا النبي وذاك إلى البلاد العربية، إلى إسماعيل الآن موجود في المغرب، موجود في موريتانيا، موجود في، لاحظوا إسحاق كذلك هو موجود في متمثل في بني إسرائيل، في تاريخ بني إسرائيل، في بني إسرائيل الذين أيضا إسحاق ذهب أبناؤه إلى أوروبا، وهناك كلام يتحدث فيه بعضهم حتى عن كون عيسى عليه السلام هل تزوج أم لم يتزوج، وإن كانوا هم في بعض المرات المسيحيون كلهم يقولون إن عيسى لم يتزوج، مات أو عاش صرورة، صرورة هو من الذي لم يتزوج أو الذي لم يحج، هذه عبارة عرب، فلان يقال فلان عاش صرورة، أي عاش ولم يتزوج أو لم يحج، فمن عاش ولم يتزوج أبدا لا يقال فقط إنه عزب، لأن العزب قد يكون قد تزوج وماتت زوجته فعاد إلى العزوبة، عزب الذي لا زوجته، هذا الصرورة الذي لم يتزوج أو الذي لم يحج. على كل حال النصارى يذهبون إلى هذا في هذا الاتجاه بأن عيسى لم يتزوج، ولكن فرقا من النصارى تقول إن عيسى تزوج امرأة هي مريم المجدلية، وإنه، ولذلك أنتم لو قرأتم هذا كلام في كتاب أثار ضجيجا كبيرا، هو كتاب شفرة دافنشي، سمعتوا شفرة دافنشي بعد الذين يقرؤون، وأثار دافيد براون هذا ألف مجموعة كتب، وهذا كتاب فيه مجموعة أشياء، وثار ضده النصارى، ويتحدث عن نسل عن صوفيا التي تناسلت من عيسى، وأنها انتقلت إلى أوروبا، انتقلت وسكنت في العمق في فرنسا وما أشبه ذلك، ولكن النصارى يرفضون هذا الكلام. هذا كلام فيه جدال كبير الآن، فيه جدال، ولكن مهما يكون فالنصرانية قد انتهت إلى وجدت الآن وفي في في كثير من بقاع الدنيا، لا أريد أن أطيل في هذا. إذن هناك حكمة لله تعالى في أن يخلق إسماعيل وإسحاق. إذن مجيء إسماعيل وإسحاق من إبراهيم فيه حكمة في تبدت فيما بعد، نحن الآن لا نراها، لكن هذه المرأة لما سألت
قالت عجوز تلد، عقيم تلد، قالوا لها هذا يعود إلى حكمة الله وإلى علمه، انتهى. بمعنى أنها لم تطلع على الحكمة الكاملة من وجود إسحاق، لأنها لم تكن قادرة على أن تستوعب. لاحظوا هذه، سأذكره لكم هذه واحد المناسبة، هذه لم تكن قادرة على أن تستوعب شيئا. لو كانت هذه المرأة تجلس إليها الملائكة وتقول لها يا هذه إن إسحاق سيكون نبيا وسيتناسل منه كذا وسيكون من أبنائه يعقوب، ويعقوب سيكون من أبنائه الأصباط، والأصباط سيتفرقون، سيكون منهم نسل هو ليفي، نسل ليفي، ومنهم سيكون موسى عليه السلام، ومن نسل موسى من هذا النسل سيكون مثلا يوسف. سيكون هذا كلاما لا تفهمه هذه المرأة، لأن ستعرف بما لم يقع بعد، أي التاريخ الذي لم يقع، لذلك قد لا تستطيع استيعاب هذا. فلذلك قيل لها كلام مختصر، حكيم عليم، الله تعالى حكيم عليم. هناك ظاهرة في القرآن الكريم، ظاهرة في القرآن الكريم، و هي جيدة جدا في التعامل مع الناس. لاحظوا الأنبياء وهؤلاء الصالحون كانوا يخاطبون الناس، يتحدثون ويسألون فيجيبون، لكن في بعض المرات كان هناك أمر إلهي للأنبياء للصالحين بأن لا يتكلموا، لا يتكلموا. فمريم عليه السلام أمرت بأن لا تتكلم، أمرت بعد أن ولدت عيسى بأن لا تتكلم، ولذلك حينما سألوها أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك بالنسبة لزكريا أيضا، حينما أيضا أمل بأن لا يتكلم. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن بعض الكلام لا يستحمله الآخر، لا يستوعبه الآخر. مهما حاولت مريم أن تقنع الناس بأن عيسى جاء بالوجود بطريقة خاصة، فلن تتحمل ذلك عقوله. فما فائدة الكلام؟ سيكون الكلام مضيعة للوقت. لذلك أشارت إليه، لأنها لو خاطبتهم وتكلمت من أول اليوم إلى آخره لما استطاعوا أن يتركوا أفكارهم التي كانت قديمة، وهي أن الطفل لا يمكن أن يأتي بهذه. فلذلك لم يعد من الكلام فائدة فتشير. فكل مرة شوف، ففي كل مرة تحاور تريد أن تناقش، فإما أن يكون الذي تحاوره في مستوى أن تناقشه وتحاوره فيه استعداد، فيه قابلية، وتأخذ منه ويأخذ منك، فهذا هو الحوار الجاد. لكن حينما يكون إنسان مثلا عالم في الرياضيات نيوتن يحاسب يناقشه إنسان عادي في الشارع يأتي ليجادل نيوتن، ما فائدة أن يشرح نيوتن لإنسان عادي؟ نيوتن كان له أناس كانوا يحسدونه في حياته، تعرفون أنه كانت له مشاكل مع الناس، واعتزل وأقام في بيته نحو 13 سنة تقريبا وهو لا يخرج من البيت. هذا الذي تحدث عن الجاذبية وهو من كبار من عباقرة الدنيا، لكن هذا شخص آخر كان يجادله وكان يدعي أن نظرية نيوتن، نظريات أو حسابات نيوتن كان يدعيها لنفسه، ثم تبين فيما بعد أنه كاذب. على كل، فإذا كنت في مستوى معين، ثم كان الذي يخاطبك إنما يريد أن ينتصر، أن يثبت أنه جادلك، قلك أنا ما بغيتش أنا باش انتصر عليك، ولا أنا غير نقول بأنني انتصر، أنني فلان ناقشته صافي، أنا ما عندي قامة، أنا عبلي مندي من والو، ولكن غير يخرج بزنقة بقى وفلان أنا قلت له فلان كذا فلان، هو تمحده صافي. حينما قيل لأبي الطيب المتنبي، أبو الطيب المتنبي هجاه أحد الأشخاص، هجاه ببيت أبو الطيب شاعر الدنيا،
ثم وقف لأبي الطيب في الطريق وهو على فرسه فأخذ بلجامه، أصبح يتكلم ويسب أبي الطيب، فأشاح عنه أبو الطيب المتنبي اللجام وانصرف. قيل له: لما لا ترد عليه؟ لو قلت فيه بيت من الشعر لأحرقته. قال: لو قلت فيه شطر بيتي لرفعته. وكان يريد الرفعة، لا ينفع أن أقول فيه شعرا لأنه سيرتفع بذلك. هو كان في الحضيض، يجب أن يبقى في الحضيض. أحمد بن حنبل كان يضرب، كان يضرب وكان يعرض، وقال له: هذا ابن أبي دؤاد ناظره. ابن أبي دؤاد هو الذي كان يناظر الناس في قضية خلق القرآن، وكان قاضي، كان قاضيا للدولة، وهو الذي كان مكلفا باستنطاق الناس في موقفهم في. فكان أحمد بن حنبل يضرب، وقيل له: ناظره. قال: لا أناظره. قال: لو كنت أعلمه من أهل العلم لناظرته. لم يظفر ابن أبي دؤاد بمناظرة بكلمة واحدة من أحمد بن حنبل، فهمتم معنى؟ لا لا. في ذلك الكلام له حالات يكون فيها نافعا، وفي حالات لا يجدي الكلام، يكون مضيعة للوقت. ولذلك الكلام الطويل الكلام الذي لا يستطيع إنسان أن يفهمه يجب أن يترك. هذه المرأة لو أعلمت بما سيقع في التاريخ لما استطاعت أن تستوعب، ولكنها أحيلت على جواب مهم جدا، وهذا الجواب هو: إنه حكيم عليم. الله تعالى عليم وحكيم، حكيم وعليم. هذه صفات يجب أن يستيقن منها الإنسان ويعرفها، أفضل مما يسأل عن أشياء قد لا يفهمها. أي أن تعرف شيئا من صفات الله أولى لك أيها الإنسان عموما. القرآن لا يخاطب الآن لا زوجة إبراهيم ولا يخاطب السابقين، هو يخاطبك أنت ويقول لك في هذه المرحلة حكيم عليم. يجب أن تعلم أن هنالك أشياء. فهذه الملائكة تقول كذلك: قال ربك إنه، قال ربك وإنه حكيم وإنه عليم، بمعنى إجابات. هذه في الحقيقة إجابات، سأحاول أن ألم وأعود إليه إن شاء الله في درس آخر. بالمعنى العام، الرب المصلح للشيء، المالك والمصلح، الرب هو المالك للشيء والمصلح له، أو الرب الذي ينقل الشيء من درجة إلى درجة، يرعاه وينقله من درجة إلى درجة. ولذلك تقول العرب: ربه يربه، ربه يربه، والمصدر منه الربوبية. ثم يقال: رباه يربيه. والربيب، والربيب هو من يربيه زوج الأم، فهو ربيب بمعنى يربه. وفي معنى الربوبية فيه معنى الرحمة والمتابعة وإلحاق الخير. بمعنى عام، إن الذي فعل هذا والذي أوحى بهذا والذي قال هذا هو ربك. إذن فلك في هذا الرب اعتقاد أنه يصلح حالك وينقلك من حال إلى حال ويهيئ لك الأحسن والأفضل. هذا معنى أن تؤمن بأن الله رب. نحن لا نعطي الله وجودا، الله موجود من غير أن نكون من أن نشهد له نحن بالوجود. ولكن حينما نقول إن الله رب أو نقول إن الله إله، الفرق واضح. الألوهية هي غير ربوبية كما تعلمون، الألوهية شيء آخر. فحينما نقول بأن الله هو ربنا ونقرأ دائما رب العالمين في صلواتنا، فإننا نقرر في أنفسنا هذا المعنى، أي إننا في رعاية وفي كلاءة إله لا يسلمنا لا يتركنا، وإنما ينقلنا من حال إلى حال. هذه شيء جوهري في 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 عقيدة الإسلامية. عند بعض الفلسفات الغربية، في بعض الفلسفات الغربية التي تؤمن تدعي أنها تؤمن بالله، تقول إن الإله خلق الكون
وتركه وأسلمه. فالكون تعتمد فيه قوانين أخرى طبيعية، ولكن الإله لم يفعل إلا أنه خلق وانسحب. هذه الذي يعتقد الإله هكذا يشعر بأنه وحيد، أنه غير مسنود، أنه غير مدعوم. وحينما يؤمن الإنسان بالإله بالصورة بالعقيدة الإسلامية يشعر بأنه تحت في رعاية الله وفي كلاءة الله تعالى، والله يكلأنا بالليل وبالنهار، لا يمكن أن يغيب علمه عنا حتى حينما نغيب نحن عن أنفسنا. حينما لا تعي أنت نفسك فإن الله يعلمك، بعد ما أنت نفسك لا تعي نفسك. إذا وقع الإنسان مثلا إغماء ماذا يصير بالنسبة إليه؟ لا شيء، هو لا يعرف نفسه، الوعي انتهى. حينما ينام نوما عميقا قد تدب حوله حية كبيرة أو شيء لا يعرف شيئا، هو الآن مأخوذ أخذ في تلك اللحظة التي يكون الإنسان مأخوذا عن نفسه يكون الخالق مراعيا له، لا يفوت منه من أمره شيء. إذن هذا معناه إشارة إلى هذه السيدة أن تستحضر هذا المعنى. المعنى الثاني هو أنه سبحانه وتعالى حكيم. وهذه المعاني أولا هي موجودة مذكورة في القرآن الكريم بكيفية بارزة. الحكيم وحكيم وحكيمة واردة في القرآن. حكيم واردة في القرآن 42 مرة، وحكيم بلا ألف بدون ألف اللام 39 مرة، وحكيمة 16 مرة، فبضع وتسعون مرة، قريب من 100 مرة هي موجودة في القرآن تنادي على الناس. هل يعقل أن إنسانا مسلما يتلو القرآن ويرى أنه من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، تتكرر الكلمة فيه قريبا من 100 مرة ولا يكلف نفسه أن يعرفها مرة واحدة؟ هذا عجز كبير لا شك، هذا إهمال. كلمة حكيم تطالعك هكذا 42 مرة أو 39 مرة أو 16 مرة بهذا العدد الضخم، ومع ذلك لا ينتبه الإنسان إليها كأنه معرض. الحكيم في أو كلمة الحكيم فيه معنى كثير سأذكره إن شاء الله فيما بعد. فيه معنى الإتقان ووضع الشيء في مكانه، هذا معنى. وهناك بعض علماء اللغة ومنهم الزجاجي حينما تحدث في اشتقاق أسماء الله، الزجاجي رجل لغوي تحدث له كتاب في اشتقاق أسماء الله، هو يتحدث من جانبه اللغوي ولكنه رصين، كلامه ليس طويلا ولكن كلامه مؤصل. هذا يعود إلى معنى واحد في حكيم، إلى معنى واحد هو معنى المنع فقط. لأن حكم أي المادة، ما تكلمش حكم، لأن حكم ماشي مادة، حكم فعل. الحاء والكاف والميم هذه المادة تفيد معنى المنع. ومنه حكمة الفرس، حكمة الفرس الحديدة التي توضع في فم الفرس حتى لا تجمح، حتى لا تطغى. الفرس حينما يقع لها فرس مؤنث، الفرس في العربية مؤنث، حينما يقع للفرس جموح يجذبها إليها الراكب الفارس فيردها، فالحكمة هي هذه. ومنه حكم الحاكم، الحكم الذي يحكم به الحاكم، لأن الناس يبغي بعضهم على بعض، فحينما يحكم الحاكم بأن هذا يرد له ماله أو بيته أو كذا أو كذا فهو يمنع. لاحظوا أن حكم الحاكم تقريبا كالحكمة بالنسبة للفرس، يمنع الناس من أن يطغى بعضهم على بعض أو يأخذ أحدهم حق الآخر. ففيه معنى المنع. ومنه أحكمت
أحكمت مرة، أحكمت مرة الحبل، تقول أحكمت مرة الحبل. مرة شنية؟ ذو مرة، ما قلتهاش في القرآن ذو مرة مستوى القوة، المرة هي القوة. أحكمت مرة الحبل، من إذا لويت الحبل وأحكمت قوته فقد منعته من الضعف ومن أن يتقطع. إذا أنت أخذت حبلا ولم تفتله فتلا جيدا يمكن أن يمزق يقطع، ولكن إذا أحكمته فقد أحكمت، أي منعته. أعود إلى معنى المنع، أي الحكمة أو الحكمة، هذه المادة فيها معنى المنع. وكل اشتقاقات هذه الكلمة وصفاتها عند علماء اللغة تعود إلى هذا المعنى. والقرآن حكيم في حكمة، قالوا إن من معاني الحكمة في القرآن الامتناع، دعونا من أن فيه حكمة، هذا شيء آخر، حكمة الفكرة، ولكن من معانيها كما يقول علماء اللغة أنه ممتنع. كيف هو ممتنع؟ أنه كلام لا يمكن أن يأتي به أحد بمثله أحد. الجن والإنس لو اجتمعوا جميعهم على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا ومساعدا فهو ممتنع. إذن هذا معنى أنه معجز. ما معنى معجز؟ ما معنى معجز؟ القرآن معجز، تعرف ما معنى معجز؟ معجز أي يلزم الناس العجز، لأن بعد ما نقول القرآن معجز، ما معنى معجز؟ أي يجعل الناس يتصفون بالعجز، فأعجزته أي نسبته إلى العجز. فالقرآن معجز لمن؟ للبشر، لنا، أي يعجزنا، يجعلنا قابعين في موقع العجز، لا نستطيع أن نأتي بمثله، ولا أن نأتي بعشر صور مفتريات من مثله، ولا أن نأتي بسورة من مثله. هذا معنى الإعجاز، أي أعجزته أي نسبته إلى العجز. لذلك قالوا إن القرآن حكيم، بمعنى أنه ممتنع، لا يستطيع أحد أن يطاوله. أو إن هناك من حاول، لأن هذا الإعجاز، الإعجاز كيف أعجز الله الناس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ هناك مذهبان. مذهب يقول إن هنالك صرفا إلهيا، وهو ما يسمى الصرفة، مذهب الصرفة، تقول بهذه المعتزلة، أي إن الله صرف الناس عن أن يقولوا مثل هذا، وهذا قول. ولكن مذهب أهل السنة أن القرآن ليس معجزا بالصرفة، بل هو معجز بذاته، بحيث لا يمكن لشخص أن يأتي بمثله. والذين حاولوا أن يقلدوا القرآن لم يصرفوا، حاولوا، ولكن كما قيل قالوا كلاما، جاء كلاما مهلهلا، فضحك منهم الناس، ثم عادوا من بعد فضحكوهم أنفسهم مع الضاحكين. إن هناك من كان يقول، مسيلمة الكذاب كان يحاول، والعاجنات عجنا والخابزات خبزا، إهالة وسمنا، يا ضفضع، هذا كلامه، يا ضفضع بنت ضفضعي، نقي ما تنقيني، فنصفك في الماء ونصفك في الطين. ما هو الدلالة لهذا الكلام؟ لأن هناك كلاما ليس تحته شيء من المعنى. لأن الكلام اللفظ، لاحظوا الآمدي له كلام، في الآمدي له كتاب موازنة في الشعر، يقول الكلام أضرب، فهناك الضرب الجيد هو الذي حسن لفظه ومعناه، وهناك لفظ حسن، وهناك كلام حسن لفظه دون معناه، وهناك لفظ كلام ساء لفظه ومعناه، هناك كلام تجده لا لفظ فيه ولا معنى، محكوكة العينين معطاء القفا كأنما قدت على ظهر الصفا، ما هو الكلام؟ لا شيء. ويقول هناك كلام جميل في ظاهره، هذه في الموازنة في النقد، ولما قضينا من منا كل حاجة، ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على حدب المهاري
رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. هذا شعر هو إذا شئت هو شعر جميل، لكنه إذا فتشته في المعنى لم تجده كما قال الآمدي، لم تجده الأنزاد أنه قال اجتمعنا وترحلنا ثم سرنا في الطريق، ليس فيه معنى كبير. القرآن لا تمضي فيه كلمة إلا وتحتها المعنى العميق، كلمة فيها معنى عميق وهي تثير فضول العلماء وبحث العلماء. فلذلك لا زال هذا القرآن يستخرج منه كنز، وكنز تستخرج منه أشياء وعجائب بقدر ما يتمكن الناس من اللغة ومن معرفة أسرار العربية. إذا كانوا يعرفون ذلك فإنهم يصلون إلى شيء كبير من هذا. قلت إن هذه الحكمة في القرآن هي أنه ممتنع وأنه لا أحد يستطيع أن يطاول. طبعا قد يقول الآن بعض الأشخاص هل نحن الآن مطالبون بهذا الإعجاز؟ هل نحن الآن يلزمنا هذا الإعجاز؟ هذا الإعجاز كان يلزم العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب أولئك الإعجاز. أقول لهم أولئك كانوا فصحاء وأبيناء وبلاغاء، إذا كانوا قد عجزوا عن المواجهة والمطاولة فأنتم من باب أولى وأحرى، لأنك حينما تعجز هذا القرآن لما هزم الفصحاء الذين كانوا يهتمون بالكلمة وهم العرب الأوائل الخلص الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالذين جاءوا من بعدهم من باب أولى وأحرى أن الإعجاز يلزمهم، لأن الذين جاءوا هم كما يسمون مولدون، ولا مولدون ليسوا في فصاحة الأوائل، ولا وشعرهم وكثير من كلامهم فيه ضعف كثير. إذن فهذا الإعجاز الملزم للسابقين الذين شهدوا عصر النبوة، وهو ملزم لنا أيضا من باب أننا دونهم، لأن الذي أعجز الأعلى هو قد أعجز كذلك الأدنى من باب تحصيل الحاصل. نعم. إذن هذا المعنى أن فيه أو هذا معنى لغوي فيه أن هذه الكلمة تعود إلى معنى المنع، وفيه أي في الجانب الآخر في عند علماء آخرين إن الحكيمة أو الحكمة فيها كلام يطول، أي كلمة الحكمة والحكيم ووصف الله بالحكمة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة، ووصف البشر بالحكمة، لا شك أنه معاني عقدية. هذه العقيدة ما يمكنش واحد يسأل يقول كان عارف العقيدة الإسلامية وما يعرفش الكلمات، باش العقيدة اللي تعرفها؟ الله موجود زعما تكفيك؟ هذه الصفات يجب أن تكون على بينة منها. لماذا؟ لو كنا علمنا الناس أن الله عليم وحكيم غير في المعنى العام، هل تجد من يتجرأ على الشريعة الإسلامية؟ هل يأتيك إنسان في آخر الدهر ليقول بأنه اكتشف بأن المرأة يجب أن ترث مثل ما يجب الرجل؟ الذي يقول هكذا هذا ليس له ثقة في الله، ليس له معرفة بحكمة الله. نحن يكفينا أن نعرف أن الله حكيم، فإذا عرفنا، وهذا الشيء الذي ستدور عليه الآية، إذا عرفنا أن الله حكيم كفانا ذلك. قد لا نعرف التعليلات، قد لا نعرف الأجوبة المفصلة، لأن هذه المرأة لما سألت هذا السؤال لم يقع الجواب بالتفاصيل، وقع الجواب بالإشارة إلى صفات الله، وكان الاطمئنان إلى صفات الله مغنيا، أي إذا اطمأننت إلى أن الله عليم وحكيم تأخذ شريعته، فهمت أو لم تفهم، وقد لا تفهم شيئا الآن فتحتاج إلى زمن طويل لأجل أن يفهم غيرك، لأننا نحن لا نصادر على مراد الله تعالى، لا نقول إن الذي فهمناه هو بالضبط هو مراد الله تعالى النهائي، سيأتي أناس آخرون، سيأتي علماء آخرون، سيأتي مختصون آخر. أنا أقول بأن أوروبا ستقرأ القرآن بعد 10 سنوات أحسن مما تقرأه الآن،
أوروبا الآن ستعرف القرآن أحسن مما نعرفه الآن، لأنها ستقع لها زلازل وكوارث، ثم الزمن جزء أيضا في 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 الوصول إلى هذه الغاية. إذن حينما قال، شوف، حينما قال جبريل لإبراهيم عليه السلام وقد ألقي في النار، ماذا تريد؟ هل تريد شيئا؟ قال: علمه بحاله يغنيه عن سؤاله. هل الكلمة تعرف شو معناها؟ إنني إذا اطمأننت إلى العلم الإلهي كفى. إذا كان هو عليما فالأمر انتهى، فلكن يجب أن تطمئن إلى أنه عليم، يجب أن تطمئن إلى أنه حكيم. فإذا اطمأننت إلى أنه حكيم فتمسك بشريعة الله تعالى في كل الظروف وفي كل الأحوال، لا يستزلنك أحد عن حكم من أحكام الشريعة ويبين لك العكس، أو تأتي أفواج من هذه الأفواج التي تهدي إلى النار، كل واحد ينطق يوما وكل يبتكر ابتكارا ويبتدع ابتعادا، كل ذلك لا يجوز أن يؤثر فيك. ابقى مع النص الشرعي ففيه العلم وفيه الحكمة. إذن هذا بالنسبة للقاء المقبل إن شاء الله سوف أتحدث بإذن الله من جديد عن عليم، عن الحكيم وعن العليم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.